شايلوه عربيه ب6 مليار 10 مليار وانت كار رومان هجيب. والمشكله في هذا تلقى الناس كبار. عشان كده يا جماعه في حجوز هناك قاعد اقول يا جماعه اي ناس اللي يعني احياء ديل ما تحاسبوهم حتى لو بيجوا مؤتمر وطني. لا انا شايفهم في جالوس ذاك اصل مؤتمر وطني ما بترفع ده الا الناس ناس الهامش هم مؤتمر وطني بس. والله نحن والدين ده في خطر ونحن والله انت دينا ما انت في شنو. وهل اذا سقط البشير سقط الاسلام ايها الاخوه؟ لا. هل اذا سقط البشير الاسلام في خطر؟ لا. الاسلام ده انا داير اقول لكم سقطت الدوله الفاطميه ولن تسقط الاسلام. وسقطت الدوله الامويه ولن يسقط الاسلام. وسقطت الدوله الايوبيه ولن تسقط الاسلام. وسقطت الامبراطوريه العثمانيه ولن تسقط الاسلام. قتل سيدنا عمر بن الخطاب ولم يسقط الاسلام. وقتل سيدنا عثمان ولن يسقط الاسلام. وقتل سيدنا علي رضي الله عنه ولن يسقط الاسلام. وانتقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى رفيق الاعلى ولن يسقط الاسلام. 1400 سنه لتجلى جبريل. اسمكين. ربنا قال الذكر ده انا انزلنا الذكر وانا له شنو حافظون. الله اكبر. انت قول لك شويه محددين للدين تعب انت ما عندك علاقه واتفاق مع حزب شويه صيني هلا تشرب الشربة وتعب اللحم يا ليلى. شوف الكلام العجيب ده. نحن يا جماعه انت شويه وشويه ده في منين وانت عندك علاقه وطيده واتفاق موثق بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي السوداني الصيني. بعد ذلك هديه حزب المؤتمر الصيني الصيني الشيوعي بنى دار المؤتمر الوطني هناك في الخرطوم. يا جماعه شوف شوف التناقضات. انا ما فاهمين ديل واهلي قتلهم في دارفور وفي جبال النوبه وفي النيل الازرق. يا جماعه تخيلوا معي انا ده ابن السودان هنا اذا في